اهلا بيكم معانا مره تانية في كايرو دار، والمره دي مع المراجعه النهائيه في علم الاجتماع. عندنا مجموعه كبيره جدا من الاسئله ومهمه جدا، نبدا بيها بالسؤال الاول. السؤال بيقول: يتكون الوجود حولنا من ثلاث مكونات. ثلاث مكونات: وجود مادي، وجود عضوي، وجود اجتماعي. الوجود المادي يعني الملموس اللي احنا نقدر نلمسه، نقدر نشوفه، نقدر نشمه، زي الارض، الطقس، المياه. والحقيقة كل وجود من الثلاثة لها علم يختص بدراستها. يعني الوجود المادي بيدرسه علم الجيولوجيا، الوجود العضوي يدرسه علم البيولوجي أو علم الأحياء، الوجود الاجتماعي اللي هو بيدرس السلوك الإنساني وما يحدث في السلوك الإنساني من تفاعلات وظواهر سلوكية واجتماعات إنسانية، ودي اللي بيختص بيها علم النفس وعلم الاجتماع. والوجود العضوي اللي هو الخاص بالنبات والحيوان والحشرات، وزي ما قلت لحضراتكم من شوية بيدرسه علم البيولوجي أو علم الأحياء. تعال نشوف بسرعة سؤال تاني. سؤال بيقول: اشرح أهم الأفكار ذات الطابع الاجتماعي في الفكر اليوناني القديم. عايز أقول لحضراتكم أنه ممكن يقولك اشرح لي ثلاثة من أهم الفكر اليوناني أو أهم ملامح الحياة الاجتماعية في الفكر اليوناني القديم، وبرضو اكتب لي الأربعة بحيث أنه يديك على أحسن ثلاثة. تيجي نشوف الأربعة إيه. الحضارة اليونانية اهتمت قوي قوي بالتأكيد على مبدأ التغير الاجتماعي. زي ما قلنا زمان ان التغير الاجتماعي حقيقة وجودية كما قال ابن خلدون في احد اسهاماته اللي هنشوفها النهاردة. الحضارة اليونانية بتأكد على هذا المبدأ ان ما من مجتمع الا لازم يتغير من حال الى حال، وشبهت الحياة التغير ده بالنهر المتدفق الذي تتغير مياهه باستمرار، وقالت ان التغير فعلا حقيقة وجودية، يعني ما من مجتمع الا ولازم يتغير من حال الى حال. مش بس الحضارة اليونانية اهتمت بمبدأ التغير كسمة اساسية في اي مجتمع، اهتمت الحضارة اليونانية القديمة بفكرة الاخلاقيات والقيم في كتاب خاص بافلاطون اسمه المدينة الفاضلة. الحقيقة افلاطون شاف ان المدينة الفاضلة مش هتتحقق الا عن طريق توافر بعض القيم الاخلاقية كاحترام الكبير والتعاون ومحاولة اسعاد الاخر. والمدينة الفاضلة يمكن قالوا فيها او قالت فيها الحضارة اليونانية ان اهم سماتها ان كل افرادها من السعداء. يبقى الحضارة اليونانية اكدت على مبدأ التغير، اشارت الى المدينة الفاضلة. الحقيقة كمان الحضارة اليونانية القديمة اهتمت جدا 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 بحاجة اسمها الانتماء. اهتمت الحضارة اليونانية ايضا بحاجة اسمها التخصص، تقسيم العمل. تعالوا نمشي بالترتيب ونشوف الاسهام رقم 3. يقوم المجتمع من وجهة نظر الحضارة اليونانية على ما يسمى الترابط العضوي. الحقيقة الحضارة اليونانية كانت بتشوف ان الانسان عبارة عن اتنين كائن، كائن سياسي مرة وكائن اجتماعي مرة. قالت في الاصل الانسان كائن اجتماعي، بمعنى ما يقدرش يعيش لوحده، له علاقات اجتماعية صريمة مع الاخرين، وكمان في نفس الوقت كائن سياسي يضع القوانين واللوائح والتشريعات. وقالت ان ضم المكونين مع بعض يعملوا حالة من التوازن واستقرار المجتمع. فالانسان حينجح المجتمع بكونه مرة كائن سياسي ومرة كائن اجتماعي. وقالت انه لازم يحصل ترابط كما لو انه ترابط عضوي حتى يستقر المجتمع ويتوازن ويصبح مجتمع متقدم. الحقيقة الحضارة اليونانية زي ما قلت لحضراتكم اهتمت بفكرة الانتماء، وقالت انه اي فرد في اي مجتمع عاوز يتقدم عليه ان يؤمن بهذا الشعار، وانه يتصرف على اساسه، انه لا ينتمي لنفسه بقدر ما ينتمي لوطن. واشرت الحضارة اليونانية ايضا في هذا الصدد بمبدأ التخصص وتقسيم العمل، وقالت ان اي مجتمع ناجح حتى يستقر ويتوازن لابد ان يقوم على مبدأ التخصص وتقسيم العمل، وانه بمعنى ان ما ينفعش فئة تقوم مقام الفئة الاخرى. وقسمت الى ثلاث فئات: الصناع، المحاربين، الحكام. بمعنى ما ينفعش الصناع يقوموا بدور المحاربين، ما ينفعش المحاربين يقوموا بدور الملوك او الحكام. فكل فئة من هذه الفئات لها تخصص. يبقى اكدت على التغير، اكدت على الانتماء وتخصص تقسيم العمل، اكدت على المدينة الفاضلة بقيمها وما الى ذلك. الحقيقة كل الافكار دي حضراتكم لو ركزتوا هتلاقوا انها اهم اساسيات اي مجتمع ناجح، واشتركت معها طبعا في الكلام ده الحضارة المصرية القديمة. تعالوا نشوف سؤال اخر. حدد اهم الافكار التي قدمها ابن خلدون في علم العمران البشري. الحقيقة ابن خلدون يعتبر من المؤسسين الحقيقيين لعلم الاجتماع. احنا شفنا انه جت مجموعة من الحضارات القديمة زي المصرية واليونانية وغيرها قدمت مجموعة من الافكار، ولكنها افكار كانت تفتقد الشكل العلمي، بمعنى افكار ملهاش موضوع ومنهج وهدف وقانون. لما جه ابن خلدون حتى الرباعية دي، بمعنى خلى افكار علم الاجتماع فيها الاربع عناصر دول بحيث يبقى فيها موضوع ومنهج وهدف وقانون،
تعالوا بسرعة نشوف أهم إسهامات ابن خلدون كأحد مؤسسي علم الاجتماع. واحد، أكد ابن خلدون على ضرورة الاجتماع الإنساني، يعني حياة الجماعة. وإحنا يمكن ده بيتلاقى مع الحضارة اليونانية القديمة اللي قالت إن الإنسان كائن اجتماعي. فعلا أكد ابن خلدون على ضرورة الاجتماع الإنساني أي حياة الجماعة، لأن الإنسان يحتاج دائما إلى غيره لإشباع حاجاته. أنت محتاج لي وأنا محتاج لك، وأنا وأنت محتاجين آخرين وهم كمان محتاجين. الإنسان بطبيعته كده. ولما شاف ابن خلدون إن حياة الجماعة مهمة جدا، قال بس يبقى ده موضوع دراستي، هو دراسة الاجتماع الإنساني أو حياة الجماعة وما يطرأ عليها من تغيرات. الله، هي حياة الجماعة بيطرأ عليها تغير؟ فاكر زمان لما قلنا ان حياة الجماعة بيطرأ عليها تغير، يعني مثلا الأسرة زمان كانت أسرة ممتدة، وبعد كده بقت النووية الصغيرة، بعد ما كانت أسرة الأجيال بقت الأسرة الصغيرة. الهدف بتاع الأسرة زمان كان السمة الأساسية والقانون الأساسي هو السيطرة الأبوية، اتغير بعد كده من السيطرة الأبوية بقت الديمقراطية وحرية التعبير عن الرأي. ما هو حياة الجماعة بيطرأ عليها تغير. يبقى ابن خلدون واحد أكد على حياة الجماعة انها مهمة من كتر الأهمية، رقم 2 قال بس ده موضوع دراسة. طب الهدف ايه؟ الهدف هو الكشف عن طبيعة العلاقات المتبادلة بين أجزاء المجتمع. الحقيقة ابن خلدون بيشوف ان اي عالم اجتماع لما بينزل مجتمع اول حاجة لازم يدور فيها نوع العلاقات التي تسود داخل هذا المجتمع. هل هي من نوع العلاقات المباشرة فيس تو فيس زي اهل القرية اللي فيها التعاون والتراحم، ولا العلاقات الغير مباشرة اللي بتقوم على التخصص تقسيم العمل والمصلحة زي اهل المدينة؟ انت نوع علاقتك ايه، مباشرة ولا غير مباشرة؟ ده الهدف. 4 و5 ابن خلدون زي ما حضراتكم شايفين بيتكلم عن التغير. مرة بيقول انه التغير حقيقة وجودية، وما من مجتمع الا ويتغير من حال الى حال، وكده بيتلاقى مع الحضارة اليونانية في نفس فكرة التغير. النقطة رقم 5، ابن خلدون بيشوف ان التغير نوعين، في تغير تدريجي ان المجتمع يغير نفسه اقتصاديا سياسيا تكنولوجيا تعليميا واحدة واحدة، وفي نوع تاني من التغيرات اسمه التغيير الجذري اللي هو بيسميها في الاقتصاد الدفعة القوية، اللي هو المجتمع يغير من نفسه زراعيا وصناعيا وتجاريا وتعليميا وسياسيا وتكنولوجيا، كل ده دفعة واحدة. انت فاكر انا قلت ايه ابن خلدون؟ يبقى اكد على ضرورة الاجتماع الانساني وحياة الجماعة، ومن كتر انه حياة الجماعة مهمة لان الانسان كائن اجتماعي يحتاج للاخرين، لك بس دراسة الاجتماع الانساني ده موضوع دراستي، الهدف هو الكشف عن نوع العلاقات، هل نوع العلاقة مباشرة ولا غير مباشرة. 4 و5 بيقول ان التغير مرة قال انه حقيقة وجودية، ومرة قال انه نوعين تدريجي وجذري. 6 قال ان المجتمعات اعمار كاعمار البشر. قال اي مجتمع في الدنيا بيمر بثلاث مراحل عمرية او العديد من المراحل العمرية، بيبدأ المجتمع ضعيف زي الطفل، بعدين يصبح شابا يافعا قويا، ثم بعد ذلك يصبح كهلا، ثم هرما، ثم يفنى ويموت، ثم يعاد تكوين المجتمع مرة تانية كطفل وما الى ذلك. بس كده لا طبعا، في كمان رقم 7 ان ابن خلدون حط وارسى اهم قواعد البحث العلمي للباحث المرة دي. انت ايها الباحث العلمي لما تيجي تدرس ظاهرة اجتماعية موجودة في المجتمع، ايه الصفات التي يجب ان تتصف بها ويتصف بها البحث العلمي عندك؟ عدم التسرع في اصدار الاحكام، الموضوعية في اتخاذ القرارات، المنهج المستخدم منهج المقارنة بين الماضي والحاضر. طبعا يمكن بعض الناس تسألني اشمعنى خد منهج المقارنة بين الماضي والحاضر؟ يا جماعة مش احنا قلنا ان ابن خلدون اصلا كان راجل مؤرخ، فطبيعي الاداة اللي هيستخدمها اداة تاريخية، فاستخدم اداة المقارنة بين الماضي والحاضر. يبقى قال على الباحث ان يتصف بصفات الموضوعية وعدم التسرع في اصدار الاحكام، منهج المقارنة، وفي الاخر على الباحث ان يسعى لصياغة القوانين زي ما قلنا قانون الديمقراطية في الاسرة النووية، وقلنا قانون السيطرة الابوية في الاسرة الممتدة. ما هو زي ما في قوانين علوم طبيعية في كمان قوانين علوم اجتماع. تعال نشوف سؤال الجاي ايه. ما احنا زي ما شفنا ابن خلدون كمؤسس حقيقي لعلم الاجتماع عند المجتمع العربي، وان كان ما قالش علم اجتماع ساعتها كان اسمه علم العمران البشري. تعال نشوف بقى ايميل دوركايم ذلك العالم الفرنسي في فرنسا في اوروبا في المجتمع الغربي ازاي هيقدم اسهاماته في ظهور علم الاجتماع. الحقيقه مقدم لي 3 اسهامات. واحد قال انه موضوعي هو انا كعالم اجتماع لما انزل مجتمع، ايه الموضوع اللي هنزل ادرسه؟ الدين، الدوله، الاسره، اللي هي اسمها الظواهر الاجتماعيه. يبقى موضوع علم الاجتماع كما اشار دوركايم هو دراسه الظواهر الاجتماعيه، يعني انا كعالم اجتماع لما انزل جوه مجتمع هدرس الحاجات دي، الدين،
في هذا المجتمع، طبيعته ايه، ظروفه ايه، اسبابه ايه، قصته ايه، حكايته ايه، كذلك الاسره، الدوله، الدين، الدوله، الاسره. دور كايم الحقيقه كمان استخدم منهج علمي وهو المنهج التجريبي. احنا شايفين هنا اكد على اهميه استخدام المنهج العلمي في دراسه هذه الظواهر الاجتماعيه. ما هو لازم يبقى في منهج، في اداه تستخدم لدراسه هذه الظواهر، دين، دوله، اسره. الحقيقه دور كايم اختار منهج المنهج العلمي، طبعا المنهج العلمي اللي هو المقصود به المنهج العلمي التجريبي اللي بيقوم على الملاحظه، الفرض، التجربه، القانون. طبعا ده منهج يختلف تماما عن المنهج اللي استخدمه ابن خلدون لما قال انا هستخدم منهج تاريخي اللي هو منهج المقارنه بين الماضي والحاضر. وقلنا ده طبيعي لان ابن خلدون كان راجل مؤرخ، فطبيعي الاداه المستخدمه هي اداه تاريخيه. لكن لما نيجي لدور كايم قال لا، انا مرتبط برضو يا جماعه لسه متاثر بالفيزياء زي زميلي اوغست كانت. الفيزياء كانت متسيده الموقف، فكان المنهج المستخدم هو منهج فيزيائي في العلوم الطبيعيه وهو المنهج التجريبي. بس الحقيقه انا عندي مشكله، هذا المنهج العلمي ينفع مع الظواهر الطبيعيه وينفع مع الانسانيه او الاجتماعيه؟ قال اه. قال لك هو ايه اهم حاجه في المنهج العلمي؟ الموضوعيه. طب وايه المشكله؟ زي ما بستخدم هو الموضوعيه يعني ايه؟ يعني دراسه الظاهره كما هي بعيدا عن مشاعرنا الشخصيه، يعني تدرس الظاهره زي ما هي ما تحطش مشاعرك عليها، ولا بتكون بتحبها ولا بتكرهها، تدرسها زي ما هي، تدرسها زي ما هي. دي اسمها الموضوعيه. وبما ان المنهج العلمي بيستخدم في العلوم الطبيعيه ويتصف بالموضوعيه كمان عن طريق الباحث العلمي في العلوم الانسانيه، ده نقدر نستخدم المنهج العلمي ده على الظواهر الانسانيه والاجتماعيه، دين، دوله، اسره. وبرضه هنتصف ونلتزم بنفس قواعد المنهج التجريبي ونتصف باهم صفاته وهي صفه الموضوعيه. فايه المانع نستخدم المنهج العلمي زي ما استخدمناه على العلوم الطبيعيه، نستخدمه ايضا على الظواهر الاجتماعيه بنفس قواعده. يبقى دور كايم قال موضوع دراستي هو دين، دوله، اسره اللي هي الظواهر الاجتماعيه، المنهج المستخدم هو المنهج العلمي التجريبي. رقم ثلاثه بقى، دور كايم لما جه عرف المجتمع قال لك طب هو المجتمع ايه؟ قال لك المجتمع ايه غير شويه افراد فوق بعضيهم، فرد وفرد 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 يعملوا مجتمع. فلما جه عرف المجتمع قال لك ان المجتمع هو اكبر من مجموع افراده. وبما ان المجتمع هو اللي اكبر، اذا المجتمع هو اللي هيضع القواعد، خد بالك بقى، هو اللي يضع القواعد او المعايير التي ينبغي على الافراد الالتزام بها. طب تحس هنا بايه؟ احس بالطابع القهري. والمصطلح بتاع الطابع القهري ده مصطلح اكد عليه دور كايم. قال كون ان الافراد يلتزموا بهذه المعايير والقواعد التي يضعها المجتمع، هذا طابع قهري، اني غصب عني لازم التزم بهذه العادات والتقاليد والقيم، والا ساعاقب من المجتمع بالنبذ او الطرد او الى اخره. بس الحقيقه دور كايم لما جه يتكلم عن الطبع القهري قال لك ده واخد شكلين، مره واخد شكل الطبع القهري ده واخد شكل الجبر والالزام في المجتمعات القديمه بقى من 100 سنه او يزيد، ولكن الطبع القهري هو موجود دلوقتي، وان احنا نلتزم بالعادات والتقاليد، بس الشيء واخد شكل الحريه والاختيار الى حد كبير، لكن في نهايه الامر غصب عننا لازم نلتزم بهذه العادات والقيم والمعايير. تعالوا نشوف مع بعض سؤال مهم، ما المقصود بالبناء الاجتماعي؟ حضراتكم عارفين كويس قوي انه لازم يجي في الامتحان وخاصة في الاجباري مصطلحات وتعريفات. ايه هو البناء الاجتماعي؟ مبدئيا عاوزكم تعرفوا انه البناء الاجتماعي يعني المجتمع. طب المجتمع عبارة عن ايه؟ قال لك المجتمع عبارة عن مجموع ومجموع ومجموع ومجموع. المجتمع عبارة عن شوية جماعات، شوية نظم، شوية أدوار، شوية علاقات تنشأ ما بين الأفراد والجماعات. كل الحاجات دي مترابطة متفاعلة فيعمل لي مجتمع. تعال نشوف التعريف بسرعة. التعريف بيقول المقصود بالبناء الاجتماعي هو كل مترابط متفاعل من أنماط الجماعات والنظم والأدوار، خد بالك عد معايا، هو كل مترابط متفاعل من أنماط الجماعات والنظم والادوار التي يزاولها الافراد وما يكون بينهم من 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 علاقات اجتماعيه متبادله. وعشان كده الراجل لما عقب على التعريف قال طيب ومن ثم، لازم تكملي كده، ومن ثم فان المجتمع هو مجموع الحاجات دي كلها مترابطه متفاعله. اعملي مجتمع. يعني المجتمع شويه جماعات كجماعه الاسره والمصنع والمدرسه، مجموعه نظم كالنظام الاقتصادي والسياسي والتربوي، مجموعه علاقات تنشا ما بين الافراد والجماعات. هو ده المجتمع، نظم، جماعات، أدوار وما إلى ذلك. تعال نشوف حاجة كمان. تعد درجة الوعي لدى الجماهير مؤشرا جيدا للحكم على مستوى تقدم المجتمع أو حتى تخلفه. حدد مفهوم الوعي بالمعنى الاجتماعي.
واضح ان احنا لسه مصرين على التعريف. اذا كان اللي فات كان البناء الاجتماعي، الوعي يعني ايه؟ نقرا مع بعض. ايوه، الوعي هو اتجاه عقلي يساعد الفرد على ادراك ذاته اي فهم ذاته والبيئه المحيطه به. خد بالك بقى، ادراك ذاته يعني وعي فردي، والبيئه المحيطه به يبقى وعي جماعي جماهيري. وبكده يبقى انا عندي نوعين من الوعي، وعي فردي اللي هو وعي الفرد لظروفه ومصالحه الخاصه، انا عارف اهدافي ايه، ايه المواد اللي هذاكرها دلوقتي، ايه المواد اللي اخرها شويه، النهارده اخد يوم راحه ولا ما اخدش، ايه اللي المفروض اعمله النهارده وايه اللي المفروض ما اعملوش. ده اسمه وعي فردي، اي وعي الفرد لظروفه ومصالحه الخاصة. الوعي الجماعي الجماهيري اللي هو ان حضرتك او حضرتك تعي بقضايا ومشكلات مجتمعك. انت عارف ان في مشكلة في مصر اسمها التلوث، فيها مشكلة تلوث، في مشكلة بطالة، في مشكلة افتقاد قيم، في مشكلة امية، انت تعلم بهذه القضايا كلها. طب ما انت كده عندك وعي جماعي جماهيري. بكده خدنا مجموعة تعريفات زي البناء الاجتماعي زي الوعي. هل عندك تعريفات اخرى؟ هل عندك اسئلة اخرى؟ الحقيقة طبعا عندي كتير، وتعالوا بينا في الفقرة الجاية.